بفضل اخذ موتور 24 اوفر لي من اني اخذ كهرباء الدوله. انا عم جمد الساعه لمحلي 4 ساعات واقف وانا صايم واقف على اجري قد ما في عجقه. بضل تروح وقف الساعه افضل لي، خلينا على الاشتراك. كنا نقول الاشتراك لا غالي، صارت لا الدوله هي الاغلى، منا عم ترحمنا ابدا. كل محل ما عم بستعمله بدها تمرك علي كثير، بلا السبب بدي جملها مؤقت. بيت فاضي واللي كانوا قاعدين فيه متوفيين، فما عاد لزوم الساعة، وتعرف هلا رسومها صار كتير غالي. فلو الرسم كان بسيط مثلا نص هالمبلغ كان الواحد بيتحمله، بس مليون ليرة كل شهر ما لها لازمة. عم بيقولوا لي صار بده ياخذ بالدولار مقطوعة وما مقطوعة وما بعرف شو، من غير ما اجى بدي ادور ساعة وعندي اشتراك، شو بساوي؟ قولوا لي ضلني بلا كهرباء افضل. ما اشتري فواتير جديدة، بس اكيد اذا بتجي فواتير جديدة حيكون رقم كتير بعيد. الكهرباء كنا مقطوعة ما خالصين، ونجابوا لنا اياه ما خالصين.